هذا سائل يقول: خرج علينا أقوام يتنزهون عن تكفير من يسجد لغير الله ومن يذبح لغير الله بحجة أنه لا بد من سؤال الشخص عن سبب فعله لهذا الشيء وعن اعتقاده. نحكم على الظاهر، من سجد لغير الله حكمنا عليه بالكفر بناء على ظاهره، وأما ما في القلوب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما كلفنا أن نفتش القلوب، نحكم على الظاهر. من عمل الشرك حكمنا عليه أنه مشرك، ومن عمل الكفر حكمنا عليه أنه كافر. نعم، هذه طائفة المرجئة اللي ظهرت الآن هي اللي تقول الأقوال هذه. نعم.